وقرأنا لكم مرارا وتكرارا في أول مسند صحيح مسلم ماذا قال؟ إن أكثر الكذابين وأوسعهم كذبا هم الصالحون والأولياء مولا. هو يقول لا يتبادر إلى ذهنكم هذه فقط مختصة بأهل السنة، لا 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 أبدا. وتوجيهه ما ضاع على فقيه مسلك مولا. قال ألم تقرأوا قوله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ نحن لم نكذب عليه وإنما كذبنا له مولان. احنا الدين نريد نثبته مولان، هو من باب الاهم والمهم. شو نسوي مولان؟ القواعد الاصوليه اذا ما يعرفوها احنا نكمل لهم اياها مولان. ولهذا في قضيه مصيبه الامام الحسين من اوضح مصاديقها هذا الذي ينقل عن مصيبه ماذا؟ الامام الحسين مولان. لا اصل ولا سند ولا كتابه، ولكنه بعنوان الابكاء مولان. وإذا ضاقت الأمور بعنوان لسان شنو؟ لسان الحال مولانا. ماذا يريد أن يضع في جعبة أهل البيت وإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين؟ يقول على لسان الحال، بلسان الحال مولانا. وقرأنا لكم شيخ عباس القمي في الحلقة السابقة في الدرس السابق. على أي الأحوال مولانا أرجع إلى بحثي أعزائي، دقيقتين أتكلم واقعا. هذه القضية، القضية الحسينية، إنما وقفت عليها اليوم، اليوم السابع مولانا وقفت عليها، ولعله أريد الوقوف عليها كثيرا، لأنها واحدة من أهم مكونات العقل الشيعي. هي ماذا؟ ها؟ النهضة الحسينية. بينكم وبين الله نحن يوجد شيء عندنا أهم في العقل الشيعي العام، مو الخاص فقط، في العقل الشيعي العام أهم من قضية الإمام الحسين. إذا عندكم دلوني عليه. ولكن مع الأسف الشديد أن هذه القضية بكل مجرياتها الآن بيد تحقيقات العلماء والحوزات العلمية، لو بيد أهل المنبر والمداحين والخطباء والحسينيات، أي منها؟ ولهذا أنتم تجدون الآن بعض العلماء سواء هذا الطرف أو ذاك الطرف عندما يصدر فتاوى هذا صحيح مو ذاك صحيح، مباشرة الواقع الشيعي العام يقف ضده مولانا. لماذا؟ لأن العقل الشيعي تشكل من خلال البحث العلمي، لو من خلال البحث المنبري. هذه مو استصغارا بأهل المنبر، لا، واقعا وظيفة أهل المنبر أن ينقل مطالب أهل العلم والمحققين من العلماء، لا أن يجتهد ويقول للناس، لأنه هو ليس مجتهد في هذه القضايا. مثاله بسيط أعزائي، التفتوا لي، لا يوجد منبر يصعد المنبر يقول هل اليوم أنا راجعت الروايات ووجدت أن أهل الكتاب محكومين بالطهارة. يستطيع أن يجرأ منبري أن يقول هذا الكلام أو لا يجرأ؟ لماذا؟ لأنه مباشرة يحاسب، يقول شنو أنت مرجع، أنت مجتهد حتى تقول رأيي أن راجعت الرواية؟ أنت من حقك فقط أن تنقل رأي من؟ ولكن في القضية الإمام الحسين يا شنو؟ ها؟ ينقل رأي العلماء المحققين، لو هو يقول لا. والبعض الآن مع الأسف الشديد، واحدة من المصادر نقل بعض أهل المنبر، ما أدري تسمعون أنتم؟ تقول المصدر شنو هو؟ يقول واقعا انا سمعته من واحد من الفضلاء ايش قال. ولهذا